ça sera une fois. نظرا لكثرة النازحين في مستشفى الشفاء الطبي، حيث أن ولقلة عدد العمال البلدية، نحن نقوم في جمعية البركة الجزائرية ومتطوعين جمعية البركة الجزائرية بتنظيف مستشفى الشفاء بالكامل بدعم كريم من الشعب الجزائري ومن جمعية البركة الجزائرية. باسم الاتحاد العام للهيئات الشبابية في فلسطين وباسم الشباب الفلسطيني وباسم عشرات الآلاف من النازحين في مستشفى الشفاء، نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في الشعب الجزائري الذين يساهمون اليوم معنا في حملة تطوعية كبرى في مستشفى الشفاء بهدف تنظيف المستشفى، وأيضا بهدف القيام بحملات دعم نفسي للأطفال، حيث يتواجد في المستشفى ما يقارب 10,000 طفل وطفلة.